حسب الحضور منذ أن تولى المجلس ونحن نكافح سيكون مصطلح حج المصافح مجلس علي أزمي معالي وزير الخارجية الكونغو برازوفيل السادة أعضاء مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس الأعلى للدولة. At the request of President Denis Sassou Nguesso, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank Dr. Mohamed Idriss Al-Manfi, Chairman of the Presidential Council. بالنسبة لمشروع المصالحة الوطنية ليس مربوط بالحكومة إنما مربوط بالمجلس الرئاسي، وهذا يعني حسب الاختصاص المناط به المكلف من خارطة الطريق المنبثقة عن منطقة الحوار السياسي الليبي. وكلف المجلس الرئاسي السيد النائب عبد الله اللافي بهذا المشروع المصالحة الوطنية، والمصالحة الوطنية لا يمكن أن تتم بين يوم وليلة أو يمكن أن تتم بين عشية وضحاها، والمصالحة الوطنية هو انطلاق مسار. رأينا يعني لدينا تجارب كثيرة منها كدول دولة الجزائر الجارة مشروع المصالحة الوطنية منطلق من قبل يعني حوالي 30 سنة وما زال مستمر إلى عند الآن، ولكن يجب أن يتم حجر الأساس، وإحنا ما يهمنا الآن هو انطلاق مسار المصالحة الوطنية، فإذا انطلقت عجلة المصالحة الوطنية أعتقد أن هي ستدوب جبل الجليد بين الأطراف، وستكون تقارب ستخلق تقارب بشكل كبير جدا ما بين المجموعة كبيرة يعني من التيارات والاختلافات. نشاهد اليوم في القاعة ممكن من كان يعني خارج الوطن أكثر من 10 سنوات، وممكن من كان مهجر، وممكن من كان مبعد، ومجموعة كبيرة يعني من الشخصيات التي كانت تتحاكم إلى لغة السلاح الآن تلتقي في قاعة واحدة وتتحاور مع بعضها. وللأهم من موضوع المصالحة والحجر الأساسي موضوع المصالحة هو موضوع المصارحة الذي نجده اليوم يعني باختلاف التيارات وباختلاف الاختلاف الجغرافي، فهم يعني الآن هنا موجودون يعني في قاعة واحدة، فنسأل الله يعني أن يكون بادرة خير وأن تنعكس بشكل إيجابي على الصراع السياسي اللي هو موجود الآن. وشكرا لك. أيها المواطن العزيز، الجمهورية من الجهود والتضحيات التي الذي يتضمن إجراء الانتخاب سيجد بشكل نهائي واحدة، ومع ذلك صالح لن يحق فيه. علي عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي صاحب المعالي جان كلود داكوسو وزير خارجية جمهورية الكونغو من الفرقة وقطع الصلاة به والعواصر الأخوية في هذا الاجتماع التاريخي الحاسم. بصفتنا رئيس لجنة رفيع المستهدفي رئيس المجلس الرئاسي بهذه دعوته إلى أن استضافت السينيبال في 2018 جلسات ممثلي الفعاليات الوطنية الليبية أصحاب السعادة ممثلي الأمير
لكل حقبة التي تعاقبت على ليبيا منذ سنة 1950. ولكن من الله ولا لأي شخص كان من كان. I reiterate my unwavering commitment to the African Union who deserve as much. This is good for Africa. بارك الله في من كان سبب في هذا الجمع ونسأل الله أن يجمع شملنا وشتاتنا ويولي أمورنا خيارنا واحنا مع الليبي الصالح واحنا اللي عماله بليبيا واللي بليبيا احنا عماله بكل ما نملك وإن شاء الله ليبيا